وللمزيد حول الأسواق العالمية ينضم إلي الآن السيد رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا وسهلا بك سيد رائد معنا. دعنا نبدأ الحديث من الولايات المتحدة، خاصة وأننا في انتظار بيانات مهمة جدا هذا الأسبوع من هناك. بينما نحن في انتظار هذه البيانات عم نشوف توقعات من قبل جولدمان ساكس بأنه الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة في أمريكا هذا العام لأربع مرات. في ظل المعطيات المتوفرة حاليا في الاقتصاد الأمريكي ونسب التضخم هناك، هل تؤيد ما يتوقعه جولدمان ساكس؟ حقيقة من الصعب جدا أنه يكون في عنا أربع مرات تقليص لأسعار الفائدة خلال تعاملات هذا العام، والأسباب بسيطة لأنه الفيدرالي على لسان جيروم باول وأعضاء الفيدرالي كانوا واضحين بشأن التمهل بقرار التخارج من السياسة المتشددة والاتجاه نحو تقليصات في أسعار الفائدة قبل أن يصل التضخم إلى المستويات المستهدفة عند 2%. وبالتالي أي تسرع في عملية تقليص أسعار الفائدة بأكثر من ثلاث مرات كما هو موقع في أو كما هو متوقع من خلال البروجكشنز أو الدوت بلوتس اللي صدرت في سبتمبر وإعادة تعيينها كمان في ديسمبر الماضي، جميعها كانت تظهر احتمالية التقليص ثلاث مرات فقط، والسبب في ذلك يعود إلى أن التضخم لا يزال فوق مستويات 3% والمستهدفات هي عند 2%. بالتالي الفيدرالي سيكون متمهل بقراره، فإذا قام بالتقليص بالنصف الثاني من العام الجاري أعتقد لن يقوم بعملية التقليص السريع خلال فترات قصيرة، وإنما سوف يعطي مجال ثلاث أشهر بين كل عملية تقليص وأخرى. طيب رائد، في المقابل عم نشوف أيضا توقعات بنفس اللهجة للبنوك المركزية في أوروبا، توقعات بأن يهيمن التيسير النقدي على أدائها وتحركاتها خلال هذا العام وتحديدا في النصف الأول. هل بتطبق نفس حكيك وتوقعاتك على الاقتصاد الأمريكي على أوروبا أيضا بأنه أعتقد الوضع مختلف بعض الشيء بالنسبة للمنطقة الأوروبية؟ لأنه أولا مستويات التضخم سواء كانت مرتفعة أم لا، لكن في عندنا مشكلة كبيرة جدا بموضوع الركود الاقتصادي الذي يخيم على المنطقة الأوروبية، وكان أحد أسبابه في الفترة الماضية أو في العام الماضي كان ارتفاع التكاليف وارتفاع نسب الاقتراض أو تكاليف الاقتراض، إضافة إلى ارتفاع تكاليف بنتيجة أسعار النفط المرتفعة. بالتالي ذلك ضغط كثيرا على الاقتصاد الأوروبي في الآونة الماضية، ويضطر المركز الأوروبي ربما إلى تبني لهجة أكثر تيسيرية في الفترة القادمة، وربما يسرع إلى عملية تقليص أسعار الفائدة بالمقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن من ناحية الكثافة التقليص أو سرعة التقليص ربما تكون أسرع في المنطقة الأوروبية، لأنه مخاوف الركود هي أكبر بالنسبة للاقتصاد الأوروبي والاقتصاد البريطاني كذلك الأمر. دعنا ننتقل الآن رائد إلى يعني أبرز سؤال ربما في جلسة اليوم. كنا على مدى فترة عم نشوفها على ارتفاع بسبب التوترات الجيوسياسية، اليوم نرى النفط على انخفاض، برنت ينخفض ب16 نقطة مئوية، ما الذي حصل؟ يعني حقيقة في عنا عاملين أساسيين، العامل الأول نتحدث عن أنه تأثير التوترات الجيوسياسية على أسعار النفط عم نشوفه أقصر كمدة، ومن ثم يعود إلى آلية التوازن المرتبطة بالطلب والعرض. حاليا في عنا تقرير المخزونات النفط الأمريكية والذي يشير بتوقعاته إلى ارتفاع في المخزون، إذا ما جاءت القراءة مطابقة للتوقعات أو أعلى من ذلك فهذا يعني أنه ضغط أكثر على أسعار النفط، يوجد أوفر سبلاي أو معروض كافي في الأسواق، ولا يزال الاقتصاد الصيني والاقتصادات الأخرى تعاني من مستويات طلب أقل من المتوقع. فإذا يعني استمرينا في هذا النهج، التوترات الجيوسياسية ربما تساهم في تثبيت أسعار النفط دون أن تسمح بانخفاضها بشكل كبير جدا، وبقاء أسعار النفط عند مستويات 74 إلى 73 دولار للبرميل بالنسبة للWTI هذا يعتبر بحد ذاته يعني أسعار مرتفعة في ظل ظروف الطلب والعرض الموجودة حاليا. طيب ننتقل إلى الذهب معك رائد، يعني مستفيد جدا طبعا من التوترات الجيوسياسية، حتى في جلسة اليوم نراه يستمر في الارتفاع حوالي 20 نقطة مئوية، إلى أي مدى سيستمر هذا الارتفاع، خاصة وأنه ما في لسه أفق يرينا يعني إلى متى ستستمر هذه التوترات في المنطقة؟ بالنسبة للذهب تحديدا عم نشوف المحرك الأساسي هو الدولار الأمريكي، مؤشر الدولار الأمريكي عند 103.20. كان في هناك انخفاض واضح في أداء الدولار الأمريكي خلال الأيام الماضية، أعتقد بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي وبداية تعاملات هذا الأسبوع شفنا الدولار الأمريكي عم يتراجع، دفع بذلك معظم الكوموديتيز أو السلع للارتفاع وعلى رأسها الذهب الذي يستغل الفرصة حاليا. عدم
الوضوح بما يتعلق بنقطة الانتقال في السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية وحدوث السوفت لاندينج فعليا على أرض الواقع واتجاه الفيدرالي نحو تقليصات أسعار الفائدة وموعد بدء التقليص، هذا يساهم في تغذية ارتفاعات أكثر في أسعار الذهب إضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي تدفع المستثمرين إجمالا للجوء إلى الملاذات الآمنة. لكن نقطة أخيرة، أنه نحن في عنا موسم أرباح يجري حاليا، أي صدمة في هذه الأرباح أو تراجع عما يعزز ارتفاعات الذهب كذلك. نعم، إذن شكرا لك السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، يعطيك العافية. شكرا رائد.